عندنا هنا مسألة مهمة سأورد لكم الإشكال فيها ثم أورد لكم كلام أهل العلم فيها. الجبل يتغير وخاصة في زماننا تغيرا بينا، فإنه في زماننا غطي كثير من الجبل. تعرفون هذا الشيء؟ هذا المزلقان، المزلقان اللي هو البلاط الذي جاء على هيئة مائلة، يسمونه في اللهجة العامية المزلقان لأنه يزلق فيه الشخص. هذا المزلقان في الحقيقة هو غطى بعض الجبل. فكيف نعرف حد الجبل؟ وخصوصا أن بعض الناس يقول إن الجبال تكون يعني إذا نزلت في الحفر تكون أعمق منها أو أعرض منها فيما لو كانت أعلى، فما ظهر بعضه. الفقهاء كما نص الشيخ منصور البهوتي في الكشاف قال إن العبرة بالدرج الذي فيه، بالدرج الذي فيه، نص على ذلك الشيخ منصور. وذلك قال ولو غطى التراب أو الحصى بعض الدرج احتاط، فيأخذ الحد الذي يظنه أو يغلب على ظنه أنه يستوعب الحد بين الصفا والمروة. وقد ذكر المؤرخون على مر الأزمان أن للصفا عددا من الدرجات، فيها درج كالدرج هذا الذي بين أيدينا نعرفه، يقولون هذا هو عدد درجات الصفا. وأذكر أن عبد الرحمن بن سلامة صاحب كتاب تاريخ مكة المشرقة في القرن الماضي ذكر أن عدد درج الصفا فيما أذكر الآن أنه قال 16 درجة أو قال 17 درجة، نسيت الآن. وفي عام 1000 طبعا ما بقي من الدرج إلا 2-3 أو فيما يظهر أنه صار صورها تلميع يبدو. وفي عام 1410 وقفت على الصفا قبل الإزالة الأولى، التعديلات الأولى التي أزيل بعض الصفا منها، فلم أجد بقي من الدرجات إلا 10 درجات فقط. وهذا يدلنا على أن جزءا من هذه الدحديرة أو المزلقان إنما هو من الصفا، وجزء منها إنما هو من المسعى، جزء منها يكون من الصفا وجزء يكون من المسعى. طبعا الدرج الآن لو أردت أن تعده لن تجد أقل من ذلك بكثير لأنه أزيل بعضه في توسعة سابقة. والأقرب في ذلك أنك إذا صعدت منتصف هذا المزلقان فإنك في هذه الحالة تصل إلى حد نهاية المسعى. ومؤخرا وضعوا من باب الاحتياط أيضا احتاطوا زادوا قليلا فقالوا هذا هو حد المسعى، وما زاد فإنه من الجبل. وعلى العموم الفقهاء قدروا الجبل بعدد الدرجات، فعلى الذي كان موجودا في عام 10 و11 ما زاد عنه إلا تقريبا نقول ما أخذ منه إلا تقريبا 3 أمتار، لما بقي إلا 6 درجات والدرجة نصف متر عرضها على أقصى تقدير، فنقول 3 أمتار فقط هي التي أدخلت في المزلقان وما زاد فإنه من المسعى فيجب صعوده في ذلك الوقت. طيب إذن عرفنا الآن إذن نزل أعرض العبرة بالدرج الذي كان موجودا في الوقت الأول وهو مقدر أن فرنسيت العدد، فلعلك تراجع كلام بسلامة وغير أن ظن قال 16 درجة. الجبل، لكن لو أن فهمت إشكالي أن ما أبغى عشان الوقت الأخوان يقول لا تطولون في الدرس اليوم، الجبل كلما نزلت وحفرت سيعرض. لو قلنا إنه بهذا الأمر على إطلاقه معنى ذلك أن استيعاب الجبل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة لو نقصت عنه أمتارا نقصت عنه فإنك تكون قد سعيت لأن تحتك بعض الجبل، أليس كذلك؟ طيب نقول إن العبرة بما كان في ذلك الزمن، والفقهاء إنما حدوه بالدرج الذي كان موجود، فإن الدرج جاهلي، درج كان جاهلي، والأرض تشب. إيش معنى تشب؟ يعني يعلو بعضها بعضا. وذلك قال المنصور قال وإن جاء غبار أو جاء غيره احتاط، ما يقول أتوقع يزيد قليلا وإن لم يصل إلى الجبل، جاء غبار وارتفعت الأرض معناه كأنها ارتفعت الأرض. قال والعبرة بالدرج، أو نص على أن العبرة بالدرجات اللي هو الدرج. الدرج قبل 90 سنة كان 16 درجة، عام 1410 لما جاءت هذه الزحليقة ما بقي منها إلا 11. واضح كلامي؟ فأنا أقول هذه الزحليقة هذه اللي تسمى المزلقان جزء منها من المسعى وجزء منها من الجبل من الصفا والمروة، فلذلك خذ بعضها نصفها اللي هي الراحة الأولى قديما ثم ترجع بعدها فتحتاط. نعم تحتاط. الآن جعلوا مؤخرا من السنة الماضية جعلوا أظن
علامة لانتهاء الصفا والمروة، كانت هذه مشكلة عند كثيرين.